ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في محطة القطارات المركزية في القاهرة إلى أكثر من 20 قتيلا و40 جريحا حتى الآن في حصيلة مؤقتة. وذكرت هيئة السكك الحديد في وقت سابق أن القطار اصطدم في المحطة ما تسبب في انفجار خزان الوقود. من جهته أمر النائب العام المصري نبيل صادق بفتح تحقيق في الحادث وأرسل فريقا من المحققين إلى محطة قطار رمسيس وسط القاهرة. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة الواقعة في ميدان رمسيس وسط القاهرة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الصحفي ماجد عاطف، مرحبا بك معنا. هل من معلومات بداية عن الحصيلة المؤقتة للضحايا وأيضا أسباب اندلاع هذا الحريق؟ صباح الخير يا فندم. أنا بكلم حضرتك دلوقتي وإحنا في هناك لسه متحركين من المحطة في المستشفى. الأعداد الوفيات اللي ثبتت لحد دلوقتي 20، والإصابات بنتكلم في 50، الإصابات الحدود 50 أو 55، أرقام مش دقيقة. أغلبهم اتنقلوا مستشفى الهلال، راحوا مستشفى شبرا وراحوا مستشفى العام. الحالات بتتراوح ما بين حروق من الدرجة الأولى وحروق من الدرجة الثانية وكسور وردود. ده بشكل عام. معايا حضرتك؟ نعم. المحطة كانت قفلت، كان صدر قرار قفل في المحطة، قفلت لمدة ساعتين تقريبا أو حوالي ساعة، ساعة ونص بقرار من رئيس الهيئة، لكنها اتفتحت من نص ساعة وأنا شايف دلوقتي المحطة اتحركت. لسه مش شايف حاجة دخلت على الرصيف قصادي، لكن المعلومة اللي صدرت دلوقتي إنها اتفتحت وهترجع الحركة فيها بشكل طبيعي إلى حد ما. نعم، طيب كان هناك عن أسباب الحادث قيل بأنه اصطدام القطار، بماذا؟ ما الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار؟ احنا في الرصيف نمره 6 اللي هو رصيف شرق المحطه ابلي، رصيف نمره 6 دخلت فيه عربيه من ورا، وده يبان جدا اللي بيستخدموا محطه القاهره عشان ارصفها ارقام. دخل فيه عربيه جرار سريعه جدا، دخل على الجرار سريع جدا، حاول الشمال ضرب طرف الجرار في سور الرصيف. طبعا ده سوء جدا من السواقه وما تفهمش ايه الوضع، ايه لسه التحيات هتقول، راح انفجر. ولان الجرار ده بيبقى محمل بالمازوت، حضرتك كنت عارف الماده قبل الانشعال، فانفجرت وكانها قنبله مرعبه، وده اللي سبب في احتراق كثير من المواطنين اللي كانوا موجودين على الرصيف ساعتها. طيب ماجد، هذا الحادث ليس الاول من نوعه، سبق وان شهدت السكك الحديديه في مصر حوادث قاتله ومميته وذهب فيها عشرات الضحايا. ما سبب او اسباب تكرار هذه الحوادث ومن يتحمل مسؤوليه هذه الحادث؟ الحقيقه من 30 سنه او من 40 سنه من ساعه ما انا وقيت على الدنيا وفي مشكله في هذه السكه الحديد. نعم. في مشكله حقيقيه فيها، في مشكله في تطويرها. كل ما تحصل مشكله او كل ما تحصل كارثه بتكون النتيجه مجموعه من الاقالات، رفض المديرين، رفض رؤوس قطاع و لكن العيب الجذري نفسه او العيب الحقيقي نفسه، العمق نفسه، الازمه ما تصلحش، ما تحلكش. الهيئه فيها مشاكل كتير جدا، فيها مشاكل ليها علاقه باعداد الكوادر، ليها علاقه بتدريب الفنيين، ليها علاقه بتصليح السنافورات، ليها علاقه بالمزلقانات، ابراج المراقبه. الهيئه محتاجه تصرف وتصلح عليها. اللي بيحصل غالبا لحد اللحظه دي هو اطاحه بمديرين ورفض مديرين. ايوه بس انتوا ما صلحتوش المشكله. شكرا. بتكون العيب متكرر تاني. شكرا جزيلا لك الصحفي ماجد عاطف، كنت معنا من القاهرة.